مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج حيث الانسان. رمضان كريم على كل اليمنيين في الداخل والخارج. حيث الانسان مشاهدينا الكرام برنامج مسابقات رمضاني يقوم بدور انساني واجتماعي من خلال تناول قضايا تهم الانسان اليمني ويكشف جانب من وجع الانسان ومكابداته. نامل ان تكون فكره البرنامج ورسالتي الانسانيه قد وصلت. مشاهدينا، في هذه الليلة سنعيش تجربة إنسانية تعود بنا إلى المربع الأول، مربع الطفولة، وبالتحديد جيل الحرب من الأطفال. ولكن قبلها دعونا نستعرض معكم أسماء الفائزين بحلقة الحلقة ما قبل السابقة. والفائزين الثلاثة هم الفائز الأول مها شرف عبد الله الوهباني من صنعاء، والفائز الثاني وديع أحمد علي محمد الحمادي من صنعاء، والفائز الثالث هدى سعيد بن سعيد فارع الحاج من تعز. إذن ثلاث جوائز مالية بانتظار الفائزين معنا الليلة وكل ليلة من حلقات حيث الإنسان، ومقدار كل جائزة 100,000 ريال يمني. ونذكر مشاهدينا بأن المشاركة في المسابقة لا تتطلب أكثر من إرسال رسالة من خلال الواتساب برقم الإجابة الصحيحة، فقط رقم الإجابة الصحيحة. والوقت المخصص للمشاركة معنا يستمر منذ نهاية الحلقة وحتى الساعة 5 من مساء اليوم التالي. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وإلى قصة جديدة تحملنا معها إلى حيث الإنسان. مشاهدينا، قصة اليوم تفتح بابا نحو أطفال النزوح، هذا الجيل الذي يدفع ضريبة مضاعفة في حياته ومستقبله. نتابع القصة معنا. نظرات مملوءة بأسئلة المستقبل المجهول، نظرات مصوبة نحونا تسبر أغوارنا. هل نحن حقا قادرون على فعل شيء لهم؟ ليست هي فقط. وجوه عديدة وأطفال كثر رمت بهم الحرب لمحافظة أخرى، نازحون محملون بمشاكلهم ومعاناتهم ليصنعوا لهم عالماً جديداً في هذا المخيم، أغلبهم من محافظة تعز. مخيم الشعب الواقع في مديرية الشعب محافظة عدن، والذي يضم 106 أسر من أصل أكثر من 3,800,000 نازح، ثلثهم من الأطفال حسب إحصائية رسمية للعام 2018. يتراوح عدد الأطفال في هذا المخيم نحو 400 إلى 500 طفل. هؤلاء الراكضون نحو اللاشيء، المبتهجون بالعدم، الصانعون لحظاتهم بخيال طفولي فريد. يمشون حفاة بملابس مهترئة، ملأت الأتربة وجوههم، ولونت الشمس ملامحهم، فلا مكان يحتوي خطواتهم، ولا ظلال تحمي أجسادهم. من حق الطفل اللعب، ودون أن يدروا بحقوقهم، صنعوا ألعابهم بأنفسهم، وجدوا أن عليهم خلق مساحة لهم في ظل كل هذا الخراب. هذا المكان وعلى عدد الأطفال فيه بحاجة لمساحة صديقة تكون متنفساً لهم. النساء مشغولات بجمع الحطب وحمل المياه والهموم، والرجال باحثون عن العمل بأجر يومي إن وجد. مشاكل هذا المخيم كثيرة لا تحصيها عين الكاميرا. بالنسبة للأطفال، أطفالنا وأولادنا يعيشون في المخيم في فراغ، منهم لا يجدون اللعب الذي هو يملي رغباتهم.
الأطفال والله يعيشوا يعني العيشة حقهم مش تمام بين التراب، بين ما فيش معاهم يعني ألعاب، ما فيش معاهم مكان. إذن هنا مكان يحتاج مد يد العون ولو بالقليل، فالمخيمات تتشابه مشاكلها، لا تعليم يليق ولا مياه موفرة ولا مجال لطفل أن يلعب كما ينبغي لطفولته، فهم نازحون مقصيون ومنسيون من كل تلك الخدمات ومن الحياة. تحرك فريق حيث الإنسان وبدأ فوراً بشراء المعدات اللازمة لحل بعض الإشكالات الموجودة وهي كثيرة. ولكنها قطرة تحاول أن تنبت فرحاً وأن تصنع فارقاً ولو بسيطاً في حياة هؤلاء. شوق طفولي عما ستنتجه هذه الحفرة ومشاركة في نسج الحلم الصغير. انتظار بشغف لما خلف هذه السياج. ملامح الحلم بدأت تتضح رويدا رويدا. ها هم ينتظرون فرحون بما في السيارة قبل أن يتمكن الفريق من إنزالها، وحين نزلت لم ينتظروا أكثر لتجهيز مساحتهم الآمنة وبدأوا بحجز أدوارهم. ستة ألعاب متنوعة تم تركيبها. أن نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان. ضحكت أرواح هؤلاء الصغار وملأت الأرجاء بضجيجهم المحبب، يتدافعون باندهاش، هل هذه الألعاب حقا لهم؟ ها؟ لا ما تسلسل ألعاب غيرها؟ فكري إذا قدر الإمكان. أعتقد إنه هذه المساحة اللي جبتوها صراحة صديقة عشان تخرج الأطفال من اللي هم فيه. قطرة خير. لكن اللعب لم يكن الهم الأوحد. بعد المدرسة عن المخيم لا يستطيع الطالب الذهاب إلى المدرسة لبعدها، هو عدم المواصلات من المخيم إلى المدرسة. المدرسة بعيدة، وانقطاع أغلب الأطفال عن المدرسة دفعنا لإنشاء خيمة تعليمية مجهزة بسبورة وأقلام يتم فيها تقديم دروس تقوية للأطفال وشغل وقتهم بما يجعلهم لا يفقدون صلتهم بالتعليم. بالإمكان أن نصنع للأمل مكان.
حاجة. أي حاجة زي إيه؟ زي العلوم العربية القرآن. هل انتهت مشاكل المخيم؟ بالطبع لا، خزانة يعني لازم، أهم حاجة هو الماء أساس الحياة. دحين أنا يعني لما يكون الماء يقطع علينا خلاص أنا ما أقدرش أداقي بماء لأنها من القصبة. الماء مشكلة بحد ذاته، لا يتوفر لهم سوى خزانين يتم تعبئتهما مرة واحدة في اليوم الساعة 5 صباحا، تنتهي قبل انتهاء اليوم. فقرر فريق برنامج حيث الإنسان إضافة 3 خزانات مياه لتكون دعما لهم لاستكمال اليوم دون عناء. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل للليل ضمير، قد تبقي فيها قناة بلقيس التي نزلت إلى هذا المخيم ووقوفها إلى جانب إخوانها النازحين في مخيم الشعب وتلبية بعض طلباتهم مثل الألعاب. نشكر دوركم وجهودكم بإحضار لنا نحن طبعا خزانات المياه، لأن المياه فقط تكون متوفرة فقط من الصباح إلى من الظهر، بعدها تقطع. الآن من توفر الخزانات توفر لنا الماء طوال الوقت يعني متوفر. نشكر قناة بلقيس الذي يدل لنا هذا الألعاب القوال والمدرسة. رغم الضحكات المنكسرة على حافة اللعب، ورغم ما يعتري الإنسان اليمني من جهد وتعب، ورغم الإشكالات التي تحيط بهذا المخيم من كل جانب، إلا أن الأمل بهؤلاء الأطفال هو الباقي. بالإمكان أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح. فكثرة الغيوم لا تحجب الشمس إلى الأبد. من جديد أهلا بكم مشاهدينا. حصيلة 4 سنوات تقريبا من الحرب، أكثر من 2700 طفل تجندوا القتال في حرب الكبار، أكثر من 6700 طفل قتلوا أو أصيبوا بجراح بالغة، أجبر حوالي 1,500,000 طفل على النزوح. يعيش جيل الحرب حياة بعيدة عن الطفولة. تقول منظمة اليونيسف هناك 7 ملايين طفل يخلدون للنوم كل ليلة وهم جياع. في كل يوم يواجه 400,000 طفل خطر سوء التغذية الحاد. أكثر من 2,000,000 طفل لا يذهبون إلى المدرسة في اليمن. كانت فكرة هذه القصة هي كيف يمكن لنا أن نرمم جراح الأطفال ونتصالح مع ذاكرتهم التي ستتركها الحرب. هل هذا مهم في واقع الأمر؟ أجل، فخلال عقود خلت ينظر للطفل في اليمن كطفل ولم تؤخذ طفولته بعين الاعتبار، ويتركونه عرضة للاستغلال وسوء المعاملة. فما بالكم بجيل الحرب من الأطفال الذين باتوا مشردين عن منازلهم ومدارسهم. حسنا، قدم حيث الإنسان لأطفال مخيم الشعب خيمة مدرسية تمكنهم من تلقي الحدود الدنيا من التعليم في القراءة والكتابة وتحتويهم من التشرد والاستغلال، وقدم حديقة ألعاب صغيرة يمكنها أن تكون متنفس لقرابة 500 طفل لا يجدون أين يقضون سحابة نهارهم المتعب. لكن ماذا عن مئات المخيمات من النازحين ومئات الآلاف من الأطفال؟ من يساعد في منح الأطفال فرصة للحياة وحمايتهم من الاستغلال الجسدي والعاطفي والجنسي أو الإهمال؟ إنها الحرب. إذا مشاهدي الكرام، تابعنا القصة معا وتابعتم تفاصيل هذه القصة حتى تتمكنوا من الإجابة بشكل صحيح على سؤال حلقة اليوم. وإليكم السؤال، والسؤال يقول: كم عدد الأسر في مخيم الشعب؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 100 أسرة، الاختيار الثاني 116 أسرة، الاختيار الثالث 106 أسر. إذن مشاهدينا الكرام، للفوز معنا بإحدى الجوائز المالية الثلاث ما عليكم سوى اختيار رقم الإجابة الصحيحة، فقط رقم الإجابة من الإجابات الظاهرة على الشاشة. فقط أرسلوا رقم الإجابة إما 1 أو 2 أو 3 على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج، ولديكم فرصة من نهاية هذه الحلقة وحتى الساعة 5 من عصر اليوم التالي.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى الفقرة الأخيرة الآن، وهي فقرة إعلان الفائزين معنا بجوائز حلقة الأمس. وكانت عنوان القصة مدرسة النهضة، المنزل الذي تحول لمدرسة، وهي قصة المعلم عادل الشريحي الذي تبرع بمنزله قيد الإنشاء وحوله إلى مدرسة لاستقبال الطلبة نتيجة عدم وجود مدارس حكومية قريبة، وأيضا وقوع باقي المدارس في المنطقة تحت خط النار. تدخل حيث الإنسان وساهم بتوفير عدد من متطلبات المنزل المدرسة. وكان السؤال: كم يبلغ عدد طلاب مدرسة النهضة؟ وكانت الاختيارات الثلاثة هي 800 طالب الاختيار الأول، وكانت هي الإجابة الصحيحة طبعا، وكان الاختيار الثاني أيضا 700 طالب، والاختيار الثالث 500 طالب. كل من أجاب معنا واختار رقم واحد وسيدخل معنا في السحب اليوم على إحدى الجوائز المالية الثلاث، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. الآن مشاهدينا الكرام سنقوم باختيار الفائزين الثلاثة، وكما ذكرت قيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. بسم الله، نختار الفائز الأول معنا الآن. إذن مبروك لصاحب الرقم 00967770853500. إذن مبروك 100,000 ريال لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة. أيضا الآن نختار الفائز الثاني، وقيمة الجائزة أيضا 100,000 ريال يمني. بسم الله، مبروك. إذن مبروك لصاحب الرقم 00967773839333. مبروك لصاحب الرقم 100,000 ريال يمني أيضا. الآن اختيار الفائز الثالث معنا بسؤال حلقة الأمس، وهي الجائزة الأخيرة معنا في حلقة الليل، لكن جوائز مستمرة ومتواصلة معكم يوميا طيلة ليالي شهر رمضان المبارك. في كل حلقة 300,000 ريال لكل 3 فائزين، وكل جائزة 100,000 ريال. الفائز الأخير معنا اليوم وقيمة الجائزة أيضا 100,000 ريال. إذن مبروك لصاحب الرقم 00967735880615. مبروك إذن لصاحب الرقم 100,000 ريال يمني. يتساءل البعض لماذا كل الفائزين من اليمن ولماذا كل أرقام يمنية؟ لأن هذه المسابقة في برنامج حيث الإنسان هي مخصصة فقط للأرقام اليمنية، لذلك كل الفائزين معنا هم أرقام يمنية حتى نتيح الفرصة أكثر لأهلنا في الداخل. إذن مبروك للفائزين الثلاثة، والآن سنستعرض أرقامهم مرة أخرى أيضا معكم على الشاشة. مبروك لكل واحد منهم 100,000 ريال يمني، ولديكم فرصة للفوز معنا بسؤال اليوم وسؤال كل يوم حتى نهاية شهر رمضان المبارك. فقط أرسلوا رقم الإجابة دون أي إضافات، لا أحرف ولا كلمات ولا أي تفاصيل أخرى. مبروك للفائزين الثلاثة، وإليكم أرقامهم على الشاشة. إذن مشاهدينا الكرام اخترنا معكم الفائزين الثلاثة، مبروك للفائزين الثلاثة، وسنقوم بالتواصل معهم يوميا. نحن نتواصل مع الفائزين للتعرف على تفاصيلهم، أسمائهم ومحافظاتهم، حتى نتمكن من إرسال الجوائز المالية إليهم أينما كانوا في اليمن. نتمنى أن تصل كل الجوائز إلى كل المحافظات والقرى والمدن اليمنية. مشاهدي الكرام، الآن في ختام هذه الحلقة أعود مرة أخيرة وأذكر بسؤال حلقة اليوم، ولديكم فرصة للفوز بجائزة من 3 جوائز مالية، قيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. والسؤال يقول: كم عدد الأسر في مخيم الشعب؟ والاختيارات الثلاثة هي 100 أسرة، الاختيار الثاني 116 أسرة، والاختيار الثالث 106 أسر. أرقام قريبة متقاربة، شو إيش الإجابة الصحيحة؟ طيب إذا مشاهدي الكرام ما عليكم سوى متابعة تفاصيل القصة حتى تتمكنوا من معرفة الإجابة الصحيحة، وواحدة من 3 إجابات والأرقام قريبة جدا. مشاهدي الكرام نلقاكم غدا وحلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان، في أمان الله.
قطرة خير قد تحدث في العتمة نور قد تجعل لليل ضمير قد تبقي فينا هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.